على شاطئ المطبخ نظرت دجاجة كثيرة اللحم وريش مدندل اسمك ايه؟ عمرو زيتونه. لو عندنا طياره فيها 50 شنطه ورمينا شنطه منهم يبقى فاضل كام؟ 49 شنطه. ازاي ندخل فيل في التلاجه في 3 خطوات؟ نفتح التلاجه ندخل الفيل نقفل التلاجه. ازاي ندخل زرافه في التلاجه في 4 خطوات؟ نفتح التلاجه نخرج الفيل ندخل الزرافه نقفل التلاجه. الاسد لو عمل حفله مين هيحضر فيها؟ اكيد كل الحيوانات هتحضر ما عدا الزرافه علشان هي في التلاجه، وبرده السلحفه مش هتحضر لانها عقبال ما توصل هتكون الحفله خلصت. ست عاوزه تعدي من النهر وخايفه من التمساح، هتعمل ايه؟ لا تعدي من غير ما تخاف عادي لان التمساح في الحفله بتاعه الاسد. الست ماتت وهي معديه النهر، ماتت ليه؟ جه اجلها. غلط، الشنطه اللي وقعناها من الطياره وقعت عليها ماتت، مش هتنفع معانا. عيسى اترك لي بتاعتها، اترك لي البت معلم شرب قبلها بطريقة. هنا روبوتين مو روبوتين يا جهاز، خليه بشرفك معلم شرفك، خليه كس روبوت على الجهاز اتركه معلم اتركه لا كس يا زلمة قسم بالله لما اشتغل هنا عندي خفلة هنا عندي بنجك ولعبنا أركيد وسوينا خطة الفيكتور هايك وإذا سويته راح تضمن الجنة 100%. ولقيت هذا نايم تقول نايم بدوانية بيتم طق إذا طق على المدير يصير مؤدب وما يعيبه. ولقيت هذا جاي ياكل بالسطح طق إذا طق على المدير بعد يتوب وما ياكل بالسطح ماما طق إذا ثاني الله مات. هنا أنا لقينا ذاك مسوي خطة فيكتور فجأة طق إذا طق ما مات وطقيت الثانية وهم ما مات وقفت هنا طقيت طقتين وما طقيت الثالثة الله مات. نوب سويت لقطة بذاك الفاصل خطية سويت براسي أحسن لقطة باللعبة كلها. ولقيت هذا يمشي تقول بشارع بيتهم طقيت طق عمود يصير مؤدب وبعد ما يعيد هاي سالفتي. هنا أنا متور روح طرزان وفزت وإلا ما وصلت لي ولقيت ذاك المطي مقنص علي جاي وراي وراي فأنا إيش سويت؟ كالعادة سويت خطة الزلم وشرديت من عدي لو انا امشي لقيت ذاك يوزع رمان طق علينا رماني انا انقلبت فيكتور ضعيف طقيته طقي عمود بعد يتوب وما يسوي روحه طرزان لو انا اصيح السبع يطلع دم السبع يطلع دم خلص الجيم. سلام عليكم أحلى شيء لما يكون واحد قاعد عم ينصب فخلات تميمي ولما يكون أصلا هو منصب فخ خاص لإله ما مش نوار حراد ما بيموت إلا بين ميدات يلا السجارة تبلعوا لك هون كالعادة يعني متعودين انتو على الستارز تضل يروح النت عنده تعرفوا انتو يعني أجواء لبنان الممتازة مرحبا أصدقائي أنا دورورورورورور أظن أنني تائها ولا أعرف هذا المكان أين يقع
ولمعرفة موقع هذا المكان علينا الاستعانة بخريطة. هيا قولوا معي خريطة. أنا خريطة، أنا خريطة، أنا خريطة. أخبر دورا بأنها في منطقة إيستبورت. أحسنتم عملا. أظن أنني أسمع صوت سانكر. سانكر لا تسرق، سانكر لا تسرق، سانكر لا تسرق. والآن عندما ترون البوت قولوا بوت بوت. أحسنتم، هيا بنا نوك فينش بالدي بي. أحسنتم عملا. لقد سقط الدروب في هذه الأرجاء، لكنني لا يمكنني أن أراه. عندما ترون دخانا أحمر قولوا دخان الدروب. دخان الدروب. أحسنتم عملا، يا لكم من أذكياء. والآن أنا ذاهبة إلى منزل موزو. منزل موزو لونه أخضر. هل هذا منزل موزو؟ كلا، أحسنتم. هل هذا منزل موزو؟ نعم، أحسنتم عملا. هيا بنا لنذهب ونفاجئه. هكر هكر